ايه يا عم الغيبه دي كلها؟ بقى الفتره دي ما نشوفش بعض. اعمل ايه طيب؟ مشاغل. بعدين هو انا لو ما سالتش عليك تتجوز من غير ما تقول لي؟ والله الموضوع جه بسرعه، لا عملنا فرح ولا اي حاجه. طب طمنا عليك، عامل ايه؟ انا تمام كويس الحمد لله. اخبارك ايه، رافع راسنا ولا مودينا في داهيه ولا؟ انا شخصيا عامل اداء باهر. ان انا شخصيا اتنين شخصيا. الله اكبر، انا كده اطمنت على صاحبي. امال فين العروسه؟ موجوده طنط بس بتغير. يا حبيبتي اشجان. ايوه يا موني، ايوه جايه. مساء الخير، منورين. يا اهلا وسهلا. يا دي النور، اهلا وسهلا، منورين. ده نورك يا حبيبتي. ايه ده، انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ لا انا يعني كنت بشبه بس. بس انا اعرفك كويس يا هاني بيه. جيت لك الاسم علشان اعمل محضر سرقه. بس انت هتفتكر ايه ولا ايه؟ الله يكون في العون، تلاقيك بتعمل الاف المحاضر كل يوم. افتكرتك انا. دي كان عندك شغاله سرقه منك خاتم وجاي تعملي محضر عندي، صح؟ صح. اعمل ايه؟ شغاله ما عندهاش ضمير، زي ناس كتير الزمان ده ما عندهمش ضمير. طردتها زي ما ناس كتير بتطرد اليومين دول. شفتوا بقى الدنيا صغيره ازاي؟ انا وهاني ده عشره عمر. انت ما تعرفيش من واحنا صغيرين كنا بنعمل ايه. بنعمل ايه؟ ناوي تقول ايه؟ انت مبوظها اكتر. احنا كنا بنعمل مع بعض كل حاجه، يعني مش كل حاجه قوي، حاجات وحاجات. مع بعض انتوا الاثنين؟ طول عمرك شقي. مامتك دي؟ تصدقي منورة يا روح. ده نورك يا حبيبتي. جرى ايه يا طنط؟ الناس هتفضل كده تقعد تشرب احمر واخضر واصفر، مفيش حتة كيك، حتة بقلاوة. بتحب البقلاوة يا باشا؟ وبعدين؟ بس وبعد ما اتطلقت من عجوة جيت على هنا مع واحدة اسمها مدام ليلى، عندها جاليري في سور نادي الزمالك، اشتغلت فيه. يا لهوي عليكي، يعني بعد العز اللي انت كنت فيه وخمسين ألف واحدة بتشتغل تحتيكي، يجي عليكي اليوم يا بنت اللي تشتغلي فيه في جاليري؟ أهو بقى كل وقت ولو أدين. أيام ما كنت بشتغل كان حسام حميني، كان ظهري لي، لكن دلوقتي خلاص اتعريت وما أقدرش أشتغل الشغلانة دي من غير ما حد يحميني، لأني ممكن أتعكش وخش السجن. يا لهوي سجن؟ ما تجيبليش سر، بلاهي ما يوريكي. أيام سودة اتبهدلت فيها. بس كان في واحدة هناك سهنداني بصراحة، كانت ظهري بالرغم إنها كانت قاسية وأدارة، اسمها أبلة سرور. اسمها إيه؟ سرور؟ أنا وأنتي تعرفي سرور الست الحلوة دي المقلبظة؟ دي الست صاحبة الشقة اللي أنا كنت بشتغل فيها، اللي كانت مدورها يعني، وهي دي اللي عرفتني على المخفي حسام. يا عيني عليك، يعني يا بنت اللي تبهدلك هي اللي تحميني يا أختي في السجن. زمن. وشفتي معاها فانيلا؟ في ايه؟ عملت فيكي حاجة؟ البت دي طول عمرها غلاوية. فانيلا اتقتلت في السجن يا توحة. اتقتلت؟ ومين اللي قتلها؟ النبي ما انا عارفة، وما تجيبليش السيرة، أنا عموما ما كنتش عارف البت أصلا. الكلام ده حصل أول ما دخلت على السجن، اتقتلت. لا حول ولا قوة إلا بالله، دي أغرب حاجة سمعتها في حياتي. المهم يا بت توحة، عشان لازم أنزل أنا كمان يا أختي وأسيبك للمشاوير. أنا كنت سايبة مع أمي قرشين تصرف عليهم على الواد منعم في الفترة اللي كنت فيها في السجن، وخلصتهم كالعادة. معيش ولا مليم، والواد جعان عايز أجيب له كده لقمة. عينيا يا حبيبتي، عينيا عينيا. كتر خيرك يا أختي. خدي، خلي دول معاكي، وهاتي خضار وأكل لابنك، يلا. بقولك إيه؟ هات لنا بقى خضار وأنت جاية ولحم، واعملي لنا عشا من الحلو اللي كنت بتعمليه زمان. كتر خيرك يا بت جدع. عقبال ما نلم شملنا تاني انا وانتي والبت خوخ. امين يا رب. يلا هروح اجيب لواد منعم اكل وهجيب لك حته خضار عسل. يلا ما تتاخريش. النبي ما فيها حيل. يا ضهر. ساكت ليه؟ ساكت ليه؟ عاوزين اقول ايه؟ ما انت شفتيها زي زيك بالظبط يا ماما. قلت له؟ اقول له ايه بس؟ اقول له ايه؟ ما خلاص بقت مراته خلاص. وبعدين هو شكله مرتاح اساسا، وشكله عارف ومش عايز يقول لي. لا لا لا،
سعاد مش عارفة، لأنها لو كانت عارفة كانت قالت لي. أنا متأكدة الست كانت قاعدة مش طايقاها. الدنيا اتشقلبت أوي، العالي بقى واطي والواطي بقى عالي، بقى هي دي المهندسين اللي احنا متربيين فيها، هي دي الشوارع اللي انا كنت بمشي فيها انا وانت، مش خايفين من اي حاجه ولا بنفكر في اي حاجه. بص الناس، بص الناس بقت عامله ازاي، عمارتنا نفسها مين ساكن هناك، شويه شقق رخيصه متاجره مفروش، شويه مكاتب. عندك حق، الدنيا انشقلب حالها. بقول لك ايه، ما تيجي نعزم المهندسين تغريد، انا مش حابب المهندسين خلاص. هروح فين بس؟ اي حته، تعالي نروح مدينه نصر، تعالي نروح المعادي، يا ستي المدن الجديده، اكتوبر حلو. افكر. بقول لك ايه، ما تدخليش حد خالص، انت شايف انا مشغول قد ايه. عينيا يا فندم، بس لو واحده حلوه قوي تدخل ولا؟ السؤال البايخ ده، واحدة حلوة تخش على طول، انت عارف ان انا بقدر كمان. تمام يا فندم، تمام يا فندم، تمام. اتفضلي يا فندم. ابو كوامل؟ ايه المفاجأة دي؟ اللي جابك هنا يا ابو الكوام؟ جابني ايه؟ ده مكان انا. مكانك ده انا اخر حاجة اتوقعها ان انا اشوفك في مكان زي ده. وانا اخر حاجة اتوقعها ان انا اشوفك بالجمال ده. يا بنت اللذينة يا توحة، كل مرة اشوفك بشكل واحلى من المرة اللي قبليها. ايه ده؟ صدقي اهي دي بقى اللي بجد يتقال عليها مفاجأة الموز. الدنيا صغيرة قوي يا ابو كوامل، اوضة وصالة زي ما بيقول. ما دنيا صغيرة بس حلوة، حلوة ما دام بنتقابل وماشيين تبقى الدنيا حلوة. لما انت ايه اللي جايبك هنا؟ انا بشتغل مع مدام ليلى في الجاليري، وهي بعتني ليك يعني اعمل معاك بيزنس. اه، انت اللي كلمتني عنك ليلى في التليفون. ايوه. انت ايه اللي وداك عند ليلى؟ دي حكاية طويلة قوي، اتجوزت واتطلقت وفي الاخر رحت اشتغلت عندها في الجاليري بتاعها. ده مقامك، ده مقامك تشتغلي عند ليلى برضه. انت لازم يبقى لك شغل ليك لوحدك، شغل، شغل على ميه بيضا. شغل ايه؟ سيبيلي نفسك زي ما انا زمان عملت توحه، سيبيني المره دي بقى اعمل توتي. لا اوعى تفتكر انك هتشغلني الشغله دي تاني، خلاص ده باب واتقفل. استغفر الله العظيم، وبالنسبه لي اتقفل. اتقفل ايه؟ ده انا بنيت مكانه حيطه. امال ايه؟ انا بكلمك في شغل تاني، شغل تقيل، شغل يجيب فلوس بجد، يغيرنا، يغير شكلنا ووضعنا قدام الناس، يعمل لنا مستقبل بجد. شغل بفلوس بجد ده بنت تروح. شغل ايه ده يا اخويا؟ ايدي على كتفك. سيبي نفسك ليا، ده هيبقى مكانك، هدربك وعلمك ازاي تدوريه، واسيبك تدوريه واهتم انا بقى بشغل التاني اللي بره. قلت ايه؟ ادي على كتف بس. انما اقول لي ايه الهلومه اللي انت فيها دي كلها؟ وايه الحلاوه اللي بقيت فيها دي؟ جبت منين الحلاوه والشياكه دي كلها؟ انا قايل لك من زمان، قايل لك ان انا ربنا مديني ميزه امسك التراب يبقى دهب. صدقت. وبعدين حكايه الهلومه دي احكيها لك لما نخرج انا وانت كده، اعزمك في حته حلوه احكي لك كل حاجه وبالتفصيل. ماشي. يلا يلا يلا. عزمي يلا اتفضلي، محدش يخش المكتب يا عزمي.